مرحبا فيكم ويانا. اليوم راح نتكلم عن الكمبيوتر الشخصي البي سي. مثل ما انتم عارفين احنا نشتري ونحطه على المكتب ولا نحطه تحت المكتب وننساه بسنه سنتين ثلاث بدون اي تنظيف بدون اي شيء، وراح يتجمع فيه الغبار وراح يتجمع فيه وسخ. فمن فتره لفتره لازم ننظف الجهاز علشان اذا نبي نحافظ على عمر مكونات الجهاز نفسه ونحافظ على ادائه. خلونا نشوف الحين شلون طريقه تنظيف الجهاز. تأكد انك قاعد تشتغل على سطح خالي من الشحنات الكهربائية. المس سطح معدني علشان تطرد الشحنات الكهربائية من جسمك. نبدأ اول شيء بكرت الشاشة. افصل كابلات مزود الطاقة من الكرت. شيل البرغي المثبت لكرت الشاشة من اللوحة الخلفية للكمبيوتر. افتح قفل الكرت اذا كان موجود. اسحب الكرت بشكل ثابت من الخانة اللي مركب فيها. للتنظيف راح نستخدم مناديل خالية من الشحنات مخصصة للأدوات الكهربائية. احرص انك ما تلمس شريطة او وصلة الـ PCI Express. استخدم عبوات الهواء المضغوطة لإزالة الغبار والترسبات من المراوح والفتحات على الكرت. للمروحة الخلفية افصل الوصلة من المذربورد وفك براغي التثبيت من الصندوق. طبعا هذا ينطبق على باقي المراوح ايضا. للمبرد المائي احرص انك ما تشد على الخراطيم لتفادي احتمالية التسبب بخرير السائل منها. يفضل انك تنظف الجهاز بمكان مفتوح ومهوى، بس اذا كنت في مكان مغلق تقدر تستخدم كيس في اضعف الاحوال لتفادي انتشار الغبار. وعند استخدام عبوات الهواء المضغوطة حاول تفادي تحريك العبوة بشكل سريع ومفاجئ لتفادي تكثف الهواء المضغوط وتحوله الى سائل وممكن يخرب الاجهزة اللي عندك. تأكد من اتجاه الدفع الهوائي عند تركيب المراوح. في اغلب المراوح راح يكون في اسهم او علامات على جنب المروحة علشان تساعدك في تحديد اتجاه الهواء. تأكد من تنظيف فلاتر الهواء إن وجدت في الكيس. تأكد من إعادة توصيل جميع المراوح اللي تم تنظيفها. طبعا وصلنا وياكم الى نهاية حلقتنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم واستفدتوا منها. حطوا كومنتاتكم تحت وقولوا لنا شنو تبون حق الحلقات الجاية. لايك سبسكرايب وشير، وان شاء الله تشوفكم ويانا بالحلقة الجاية. مع السلامة.